كشفت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين بالكونغرس لإصلاح المنظومة الضريبية خفضا للضرائب على الشركات وتبسيط المنظومة ومضاعفة الخفض للضرائب على غالبية الأمريكيين. كيف كان وقع هذا الاقتراح على الأمريكيين وتفاصيله في التقرير التالي. في خطبة أثارت انتقادات الأمريكيين، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكبر إصلاح ضريبي في الولايات المتحدة في 3 عقود، عارضا خطة لخفض الضرائب على معظم الأمريكيين. ولكن الانتقادات التي طالت الخطة هي بأنها تصب في مصلحة الأثرياء والشركات وقد تضيف تريليونات الدولارات إلى العجز، بينما أكد ترامب بأن فائدة الأثرياء ستكون ضئيلة جدا وأنه يهدف بالاقتراح إلى مساعدة الأشخاص الذين يعملون وخلق فرص عمل. وستشمل الخطة خفضا ضريبيا بقيمة 5 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات المقبلة، على أن يكون صافي تكاليف الديون الفيدرالية ربما في نطاق 1.5 تريليون دولار. وسوف تقسم الضرائب على الأفراد إلى 3 شرائح، 12% و25% و35%. وتوصي الخطة بضرائب إضافية على فائقي الثراء، ولكنها لم تحدد مستويات الدخل، وبالتالي من غير الواضح بعد نسبة الضريبة على الأسرة المتوسطة. وبالنسبة للشركات فسوف تشهد خفضا ضريبيا من 35% إلى 20%، وخلال فترة 5 سنوات يمكن للشركات تقليل ضرائبها من خلال شطب بعض الاستثمارات. وستخفض الخطة الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد إلى 35% من 39.6%، لكنها ستضاعف تقريبا الخصم القياسي وهو مبلغ محدد من الدخل معفى من الضريبة، وذلك لجميع دافعي الضرائب. وتدفع الشركات في الولايات المتحدة ضرائب مرتفعة بالمقاييس العالمية، لكن شركات كثيرة تدفع ضرائب أقل من المعدل الرئيسي جراء ثغرات وإعفاءات ضريبية. وقال الديمقراطيون إن الخطة ستزيد العجز الاتحادي من أجل تنفيذ تخفيضات ضريبية لصالح الأمريكيين الأثرياء بدلا من أسر الطبقة المتوسطة الذين يقول ترامب والجمهوريون إنهم يسعون إلى مساعدتهم. وللحديث عن ردة فعل الأسواق بعد الإعلان عن الخطة الضريبية نستضيف وائل حماد مسؤول تطوير الأعمال في شركة ICM Capital. أهلا وسهلا بك وائل معنا. إذن يعني بالتقرير سمعنا شرح نوعا ما للإصلاح الضريبي الذي يتم الحديث عنه الآن، برأيك بداية كيف شايف ردود فعل الأسواق العالمية وأدائها بالتزامن مع هذه الأخبار؟ بالفعل يعني رأينا يعني بالنسبة للأسواق العالمية طبعا بدأت الاحتفال بالنسبة للخطة الضريبية لترامب من وقت ما طرحها على يعني على الشارع، وبدأنا نشوف الارتفاعات كانت على المؤشرات العالمية والمؤشرات الأمريكية بالأخص. الآن هو السجال الاقتصادي والسياسي حول البرنامج الضريبي، لأنه هناك في مستفيد وهناك في متضرر. هلا إذا اقتربنا شوي من المستفيدين هم أكيد الأفراد اللي دخولهم السنوية تتجاوز 418 ألف دولار في السنة، هي مثل ما ذكر التقرير. نعم. هاي الفئات يعني الفئات الغنية هي اللي راح تكون مستفيدة أكثر من التخفيض الضريبي اللي هو تقريبا الضريبة عندهم تقريبا هي 39.6، الوعد بأنه تنزل إلى 35%. طبعا الشركات أيضا الوعد بتخفيض الضريبة من 35% إلى 20%. هي الفئات هي المستفيدة من البرنامج المطروح حاليا، ولكن على حساب من؟ هذا السؤال. طبعا على حساب من؟ طبعا على حساب خزينة الدولة أو خزانة الدولة الأمريكية. وهل السؤال تتحمل هذه الخزانة اللي تضخم؟ شفنا مستويات الدين غير مسبوقة، الآن نتحدث عن 20 تريليون دولار آخر كان آخر رقم بالنسبة للدين العام الأمريكي. طبعا إذا ما اقتربنا شوي من الأرقام لنشوف شو انعكاس الضريبة على أو مدى يعني رفض الضريبة للخزينة خزينة الدولة أو الدولة الأمريكية، نجد أنه 3.3 مليار دولار عم يكون رافض من الجباية الضريبية للدولة الأمريكية. أيضا هذا الرقم يترجم إلى 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي جي دي بي.
فنعود ونقول أنه هل بالفعل النمو المتحصل من التخفيض الضريبي الموعود وأن الشركات رح تستقبل هذا التخفيض ورح تنعكس على طبعا زيادة استثماراتها وزيادة التوظيف. طبعا التوظيف نحن عم نتكلم نحن عند مستويات متدنية جدا، يعني لا يكون هناك مبرر أنه نحن عند مستويات التوظيف الكامل، يعني 4.4 تقريبا بالمئة. ولكن السؤال مثل ما بنرجع بنكرر السؤال الأكبر أنه بالفعل هل الدولة الأمريكية أو الاقتصاد الأمريكي سوف يتحمل هذا العبء وهو عبء يعني؟ طيب شو الأجوبة المطروحة على هذا السؤال أو المتوقعة؟ هل بالفعل هو قادر أن يتحمل مثل هذه الأعباء؟ يعني نحن طبعا عم نطرح أرقام لحتى يعني نشوف أنه بالنسبة لمعدلات النمو الآن يعني متواضعة، يعني خلينا نقول صحيح هي أفضل من المعدلات النمو اللي كانت تزامنت أو بعد الأزمة العالمية. الآن بدأ الاقتصاد الأمريكي بالانتعاش، مستويات النمو ما زالت مستقرة ومتواضعة، مستويات التضخم ما زالت ضعيفة إذا ما يعني عم نتكلم عن المستهدف بالنسبة للفدرالي الأمريكي. أيضا يعني هناك يعني تجدر الإشارة أنه هالمؤسسات والأفراد اللي هن معدلهم عالي كان أو حصرا المؤسسات يعني كانت بفترة التيسير الكمي كانت عم تستفيد أيضا من برنامج التيسير الكمي. يعني وما رأينا كان يعني هل انعكست بشكل كبير، يعني هي كانت مستفيد الأكبر بالنسبة لبرنامج التيسير الكمي وخفض الفوائد على الشركات. وبما أننا عم نتحدث عن انعكاسات ذلك على مختلف الأصعدة، كيف ممكن ينعكس على أداء الدولار أيضا؟ طبعا أداء الدولار الأمريكي ترجم، شفنا أنه كان هلأ عند أعلى مستوياته تقريبا بست أسابيع، يعني شفنا كان عم يقترب من 93.50 وهو أعلى مستوى من 23 أغسطس تقريبا. طبعا الأسواق تتفاعل، نحن مع يعني بيقولوا تتفاعل مع الإشاعة وآخر شيء عند الخبر بنشوف يعني الواقع يعني الأصح طبعا مثل ما بيقولوا. لكن الدولار الأمريكي استفاد من عدة أمور، طبعا البرنامج الموعود والآن على الطاولة، وأيضا بالنسبة لإشارة يلين جانيت يلين بالإشارة الواضحة بأنه نبرة التشددية اللي هلأ رفعت توقعات الأسواق لرفع آخر للفائدة في ديسمبر إلى 81.4 تقريبا نحن عم نتحدث اليوم. طبعا كل هذه الأمور بتشارك في رفع الدولار الأمريكي أو دعمه في المرحلة الحالية، بالتالي انخفاضات على الذهب اللي عم طبعاً نشوفها. العلاقة العكسية بين الذهب و نعم. إذن وائل حماد مسؤول تطوير الأعمال في شركة ICM Capital، يعطيك ألف عافية وائل. شكراً لك. يعطيك العافية.